بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. يقول الشيخ صاحب عضد الله: وقعت بمشكلة كبيرة ولا أعرف كيف سيكون حلها. وعندما التقيت بآية الله السيد العارف الكشميري قدست روحه زكية، قلت له: إن مشكلتي كبيرة ولا حل لها. فقال لي العارف السيد الكشميري قدست روحه الزكية: كيف تقول ذلك وحلال المشاكل علي عليه السلام موجود؟ اذهب لمرقد الإمام علي عليه السلام وتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى وسيحل مشكلتك بشكل عجيب. يقول الشيخ صاحب عضد الله: ذهبت إلى مولاي وسيدي أمير المؤمنين علي عليه السلام وتوسلت به، وحل الإمام علي عليه السلام مشكلتي بشكل عجيب، وكان حقا حلالا للمشاكل. برنامج صباحات ولائية، أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.